نعم فعلا أي. نعم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. في هذه الآية ربنا بيّن حقوق الزوجين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الزوج عليه واجب نحو زوجته، والزوجة عليها واجب نحو زوجها، يعني ما عشوائية، هاي لا بدم، كل زوج عليه واجب، وكل زوج ربنا أمره يؤدي حق الواجب عليه إلى زوجه بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، يعني الزوج عنده حق زايد على حقوق الزوجة اللي هو الرئاسة القوامة، الرجال قوامون على النساء، يعني الزوج عليه واجب نحو زوجته، والزوج عليها واجب نحو زوجها، والزوج عنده حق زايد اللي هو الرئاسة. وحق الزوج نلخصه، واجب على الزوج انه من يقوم زوج مسلم من الصباح يقوم يسمع الأذان، يتوضى ويمشي يصلي في الجامع صلاة الجماعة، ويجي البيت لقيت ما يسوي له الشاي يحصن بيته بقية الكرسي، ويقول والله أحد المعوذتين، ويتوكل على الله ويذكر الأولاد بتاعه، بعدين يشرب شاي ويلبس يمشي يخرج للسعي في طلب الرزق. ولما يطلع من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسعى في طلب الرزق الحلال، والربنا يقسم له يجي يصرف على زوجته وعلى ولاداته. نعم. وربنا تبارك وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. وده أمر من الله، فلينفق مما آتاه الله، واجب، لأنه نفق على الزوجة وعلى الولاد فرض واجب على الأب على الزوج. نعم. وبعد ذا كمان يجي هنا ده يعتني بزوجته، ما يكلفه بحاجات ما بتقدر عليها، ويحسن معاملتها، ويذكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالنساء، قال استوصوا بالنساء خيرا، ويحتني بزوجته وينصحها ويحس على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى واجبه، وهكذا ده الواجب، ما يقبحها، ما ينبذها، ما يدعيها، ما يضربها، ما يعني يرائيها حق المراعاة، لأن هي شريكة حياته، وهي أم أولاده، وهي بتربي الأولاد، وهي بتقوم بإدارة شؤون البيت. ده كله لابد الزوج يقدر هذا العمل اللي بتقوم به الزوجة. هذا بالنسبة لي واجب الزوج يقوم به. نيجي نشوف الزوجة واجب عليها شو؟ واجب عليها تحترم زوجها ده وتحتني به، وتخليه هو وهي يعيشوا في مودة ومحبة، وما تطلع من البيت بدون إذنه، وتهيئ البيت الزوجي يتعبان من الشغل، يلقى أكله جاهز، شرابه جاهز، فرشه جاهز، ملابسه جاهزة، وتستقبله، ما يجي في البيت ما يلقاها ما موجودة إلا إذا كان في أمر ضروري وهكذا. وبعدين تحافظ على مال زوجها من الضياع من التبذير، وتحافظ على سمعته وسمعة بيته، وما تدخل أي زول في بيت زوجها بدون إذنه بدون رضاه، ما تمشي المشاوير البعيدة بدون إذن ورضا. بعدين جيها أهل زوجها جو تستقبلهم بترحاب وتقدم لهم ضيافتهم. بعدين كمان الزوج ما يمنع زوجته من زيارة والدين في بيته، ولا يمنع والدين وأرحام من زيارة بيتهم في بيته، يبقى هو يحترم أهل زوجته، وزوجته تحترم أهل زوجها، وبكل لين دي كلهم دخلوا ضمن الرحم، عدم صلة الرحم، يبقى دي لو الزوج والزوجة كل زول يراه حقه ويتذكر ربنا رقيب عليه، وحيسأل من أدى هذا الواجب اللي هو واجب الزوج نحو زوجته، واجب الزوجة نحو زوجها، كل زول لو أدى واجب بالمعروف ربنا يديهن الأجر والثواب العظيم. نعم. طيب، أكثر المشاكل اللي قاعد تحدث بين الأزواج هي مسألة الطاعة. أيوة. ما هي حدود الطاعة من الطرفين؟ أيوة. هل الزوج ايضا طاعه لزوجته؟ طبعا نعم كويس. طبعا احنا ذكرنا واجب الزوج انه يحسن معامل زوجته، ما يظلمها في حقوقها كلها، يديها تمام ويعتني بها ويحترمها ويقدر ما المجهود اللي بتقوم به ده. وبعدين يحترم للنجابة من أهله على كتاب الله وسنة رسوله، ويحترم غاية الاحترام الزولة دي انت ما جبتها من الشارع، جبتها أبوها داك ياها بعقد مقدس
لما الزوج يقول له يقول زوجتك موكلتي فلان الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله، وكل الزوج يرد بالإجابة القبول، يبقى ده عقد مقدس. وربنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يبقى واجب على الزوج يحترم هذا الميثاق الغليظ، وواجب الزوجة كمان تحترم هذا الميثاق الغليظ، ويحتنوا ببعض، كل زول يحرص كل الحرص يؤدي حق الثاني بالمعروف. يعني الطاعة حدودها ما محددة، الطاعة محددة طبعا، الزوجة تطيع زوجها في كل ما ليس بحرام، بكل ما ليس بحرام، ومخالفة أمره في الحاجات الواجبة يبقى حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام بشر قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وفي الطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لو كنت أمر أحدا أن يسجد على لأحد كنت أمرت الزوجة تسجد لزوجها. ده كناية عن المبالغة في واجبات الزوجة نحو زوجها، لكن طبعا ما في زوج مخلوق يسجد لمخلوق. نعم. طيب نحن برضو عارفين أنه نحن في مجتمعنا السوداني المناطق بعيدة، كثير من الناس بيجوا وافدين للمدن وبيقعدوا فترات طويلة جدا، وفي ناس بيغتربوا بياخدوا فترات سنين طويلة ما بيجوا للزوجات. أيوة. وبيظلوا هؤلاء الزوجات صابرات فترة طويلة جدا جدا. أي يعني لو دي حاصلة في أي بلد تاني الناس ما بيقبلوا، بيمشوا للقضاء بياخدوا حقوقهم. أي إلى أي مدى نحن ممكن أن نترتب على هذه المسائل خلافات كثيرة جدا؟ أي والحد المناسب للزوج أنه يغيب عن زوجته هو طبعا محدد بستة شهور، أن الزوج ما يغيب عن زوجته أقصى من ستة شهور. زي ما عمر بن الخطاب سأل بنت حفصة يعني قال لها مثلا الزوج يقدر الزوجة تتحمل إن زوجها يغيب عنها كم، حددت له بأربع شهور أو ستة شهور. ولذلك إنه ذا اللي هو الحدود، الزوج ما يتغيب من زوجته أكثر من ستة شهور. لكن بعد مرات كمان الظروف المعيشية تتطلب الزوج مثلا مغترب شغال في دول الخليج في المملكة، وبعدين طبعا شغال في شركة ما بيدوه إجازة كل ستة شهور يجي إجازة سنوية أو كذا. ولذلك إنه لابد كمان الزوج ما يطول أكثر، ولو كل سنة أخذ إجازته وجاء قضى شهر مع زوجته ومع ولاداته ورجع يكون أحسن. عنده إمكانيات لو شال زوجته وولاده هناك أجر لهم بيت جنب شغله يكون أحسن. وعلى أي حال إنه ما يتغيب، لأنه في بعض الأخوان الزوج تلقى ستة سنة خمسة سنة غيب من زوجته. نعم. وطبعا دي يعني زوجة كمان عليها عندها حقوق وكذا، والولادات دايرين يشوفوا أبوه يتونسوا. ولذلك نحن دائما في ما برنامجنا نطالب ونحس أخوان المغتربين إنكم ما تتغيبوا من زوجاتكم. والتغيب ده فيه حار شديد جدا يعني على الزوجات. ولذلك النزول يعني بقدر كمان نحن ننصح الزوجات انك انت ما تطالبي زوجك وهو المغترب بحاجات كثيره للسلينه وعندك الثياب وعندك الدولاب مليان ثياب، ما تطالبي لانه بقدر الامكان قولوا لنا احنا عندنا ملهود ما دايرين ني بس ترسل لنا مصاريفنا وحوش حوش عشان ما تتغيب عنها. لان الزوجه والولاد لما يطلبوا طلبات كثيره يبقى معناته دي معناته الميزانية حتكون طوال صرف متواصل ما حيقدر يوفر الزوج. نحن ننصح الزوجات انه بقدر الامكان وفري وامر زوجك يوفر عشان ما يغيب عليكم عشان يجيكم بدري. طيب ناخذ اول مكالمة هاتفية من السعودية.